الواد. قصف بالطيران الحربي على مدينة مونيخ بريف حماة الشمالي. الطيران الحربي يقصف مدينة مونيخ بالصواريخ الفراغية والدخان يتصاعد. الطيران الحربي يقصف مدينة مونيخ بالصواريخ الفراغية والدخان يتصاعد. 12/10/2014. الطيران الحربي يقصف مدينة مونيخ بريف حماة الشمالي بالصواريخ الفراغية والدخان يتصاعد. 12/10/2014. ولا تزال الطائرة الحربية تحوم في أجواء مدينة مونيخ. لا تزال الطائرة الحربية تحوم في أجواء مدينة مونيخ.